السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معاكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السوري وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة 19 بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 5/3/2021. لو أول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعي الكرام معكم محمد نور الدين. اليوم الجمعة كانت كل مباريات الجولة 19 من الدوري السوري الممتاز ما عدا مباراة واحدة فقط، هي مباراة الفتوة. الفتوة أمام الطليعة تقريبا. الكرامة اليوم تعادل أمام الساحل 1-1. الشرطة خسر أمام تشرين 2-1. الوحدة فاز على الجيش 1-0. وحطين فاز على الاتحاد 2-0. الوسبة تعادل أمام جبلة 0-0. الحرية خسر أمام الحرجلة 1-0. وغدا بإذن الله تعالى السبت الفتوة أمام الطليعة زي ما أنا قلت الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر وسوريا. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السوري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري السوري حاليا نادي تشرين. نادي تشرين في الصدارة في المركز الأول ب 43 نقطة. المركز الثاني الجيش ب 38 نقطة، حطين في المركز الثالث ب 37 نقطة، الكرامة في المركز الرابع ب 37 نقطة، الوحدة في المركز الخامس ب 35 نقطة، الطليعة في المركز السادس ب 27 نقطة ولكن لهم مباراة مؤجلة أو يعني اللي هيلعبوا بكرة. في المركز السابع جبلة ب 24 نقطة، الوسبة في المركز الثامن ب 23 نقطة، الاتحاد في المركز التاسع ب 23 نقطة، الشرطة في المركز العاشر ب 21 نقطة، الحرجلة المركز ال11 ب 16 نقطة، الساحل المركز الثاني عشر ب 10 نقاط، الفتوة في المركز الثالث عشر ب 9 نقاط ولسه هيلعب مباراته أمام الطليعة، والحرية في المركز الرابع عشر والأخير ب 8 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر هدافي الدوري، صدر هداف الدوري السوري محمود البحر لاعب جبلة في المركز الأول ب 12 هدف، في المركز الثاني أحمد العمير لاعب الطليعة ب 10 أهداف، في المركز الثالث علاء الدين دالي لاعب تشرين ب 8 أهداف، ومحمد الواكد لاعب الجيش وأنس بوطة في المركز الرابع لاعب حطين ب 7 أهداف، في المركز الخامس مردك مردكان لاعب حطين ب 6 أهداف، وسامية لاعب الحرجلة. كان معكم محمد نور الدين من قناة من آخر الخلاصة. أنا متأكد من ترتيب الفرق ولكن لست متأكد من ترتيب الهدافين لان مفيش موقع تاني اجيب منه. كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناه فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.